السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى أخبار الرياضة من تلفزيون الجزائر. والبداية بالبطولة أو بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، حيث يلتقي بعد ساعة بالتمام من الآن منتخبنا الوطني لكرة اليد مع نظيره المصري لحساب الدور ربع النهائي من البطولة المقامة بالقاهرة. ويسعى رجال المدرب رابح غربي للظهور بأفضل وجه ممكن أمام المنتخب المصري حامل اللقب أو حامل فضية الألعاب المتوسطية الأخيرة والطامح للتتويج بهذا اللقب. ويذكر أن زملاء القائد مسعود بركوز تأهلوا بصعوبة بالغة إلى المربع الأخير بعد فوزهم على منتخب الجابون وخسارتهم في المباراة الأولى أمام غينيا. يذكر أن كذلك أن المراتب الخمسة الأولى في البطولة ستكون مؤهلة بشكل مباشر إلى بطولة العالم لكرة اليد 2023. تنطلق غدا السبت النسخة 18 من بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة يوجين الأمريكية، ويشارك 7 عدائين جزائريين في البطولة الأكبر عالميا في أم الألعاب، حيث ستكون البداية في 1:15 صباحا مع العدائين بلال ثابتي وهشام بوشيشة في الدور الأول من سباق 3000 متر موانع. ومن جانب آخر، في ذات السياق أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختيار طوكيو لاستضافة بطولة العالم 2025 على حساب نيروبي وسنغافورة، مع العلم أن النسخة القادمة ستستضيفها العاصمة المجرية بوتابيست سنة 2023. إلى ذلك، تحدث العداء الواعد محمد ياسر تريكي صاحب ذهبية القفز الثلاثي في الألعاب المتوسطية الأخيرة، وتحدث عن إصابته التي منعته من المشاركة في أم الألعاب مفضلا عدم المغامرة. بطولة العالم كان هدف الأول تاعي هذا الموسم، جاء في فترة جد صعبة، ألعاب الرابط المتوسط ثم تاليها بطولة العالم. يوم 11 جويليه كنت في التدريب، اخر حصه تدريبيه لي هنا في الجزائر، كنت ندرب وفجاه يعني حكمت اصابه في الركبه اليمنى اللي خلاتني نعجز باش نكون حاضر في هذه بطوله العالم اللي راح تبدا غدا ان شاء الله. الوقت ما يسمح ليش اني نسترجع كما يقولك طاقتي ونرتاح في هذه المده القصيره، لكن عندنا بطوله العام الجاي ان شاء الله، بطوله العالم العام الجاي ان شاء الله، والهدف الرئيسي ان شاء الله والاول اللي هو لعب باريس ان شاء الله 2024. في تاريخ المشاركات الجزائريه في بطوله العالم لالعاب القوى، تملك الجزائر 10 ميداليات بينها 6 ذهبيات، حيث يطمح العداؤون لرفع غله الجزائر في النسخه او في نسخه يوجين وفي المحفل العالمي الاكبر لام الالعاب. والله التحديات عن قريب في الاسبوع المقبل في البطوله العربيه اللي حتكون في وهران في نفس المسبح للسباحه والمياه المفتوحه، بعدين البطوله الافريقيه، وان شاء الله نرفع التحدي كما رفعناه سابقا، وان نوجه رساله للرياضيين ان يكونوا دائما في القمه، وحنا رانا هنا باش نقدموا لهم الدعم الكافي ان شاء الله. يلتقي المنتخب الوطني لكره اليد اقول او في سياق آخر، يتنافس رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة فرحات فزيل غدا السبت على رئاسة الاتحادية الإفريقية للملاكمة في الجمعية العامة الانتخابية التي تحتضنها الجزائر. إلى جانب المرشح الجزائري، يتقدم للسباق كل من الكاميروني بيرتران ماندوغا والأوغندي موسى موهانجي. هذا وحل صباح اليوم رئيس الاتحاد الدولي للفن النبيل الروسي عمر كريملين من أجل الإشراف على أشغال الجمعية العامة الانتخابية للهيئة القارية. ويذكر أن 9 مرشحين آخرين يتنافسون على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.
إلى رياضة السباحة، حيث أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة حكيم بوغادو أن التحضيرات للبطولة العربية التي تحتضنها وهران في الفترة الممتدة بين 20 و24 من جويلية تسير بوتيرة جيدة، وأنه سيتوجه إلى وهران لعقد جلسات عمل مع السلطات المحلية تحضيرا لهذا الموعد العربي الهام. والله التحديات عن قريب في الأسبوع المقبل في البطولة العربية اللي حتكون في وهران في نفس المسبح للسباحة والمياه المفتوحة، بعدين البطولة الإفريقية، وإن شاء الله نرفع التحدي كما رفعناه سابقا، وأن نوجه رسالة للرياضيين أن يكونوا دائما في القمة، وإحنا رانا هنا باش نقدموا لهم الدعم الكافي إن شاء الله. في كرة القدم، جدد قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز عقده مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي إلى غاية سنة 2025، وفضل النجم السابق لليستر سيتي البقاء مع سيتيزنز لثلاثة أعوام قادمة بدل تغيير الأجواء إلى ناد آخر في ظل العروض الكثيرة المتهاطلة عليه. وقد لعب المدرب بيب غوارديولا دورا كبيرا في إقناع محرز بالبقاء مع النادي لأعوام قادمة. دائما مع كرة القدم، حيث يشرع الاتحاد أو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في زيارة إلى الجزائر بداية من غد السبت 16 جويلية، وسيكون في استقبال موتسيبي رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفزاف الذي سيرافقه في الوقوف على آخر التحضيرات المتعلقة بمنافستي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وكان أقل من 17 عاما المقررتين العام المقبل بالجزائر، لا سيما ما تعلق بالمرافق والملاعب التي ستحتضن الحدثين الكبيرين. يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما استعداداته بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحسبا للمشاركة في منافسات كأس العرب المقررة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 20 جويلية و5 أوت الداخل. وسيضبط الطاقم الفني للخضر آخر اللمسات قبيل تنقل خلال الساعات القادمة إلى مدينة أبها السعودية لخوض غمار المنافسة العربية. إلى أخبار الأندية وانتقالات اللاعبين، حيث تعاقد فريق شباب بلوزداد مع المدافعين أيمن بوغرة قادما من أتلتيك بارادو ومعاذ حداد من مولودية الجزائر، بالإضافة إلى متوسط الميدان إسلام بولودان من نصر حسين داي، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2024. وأجرى اللاعبون الجدد هذا الصباح أول حصة تدريبية مع بطل الدوري الجزائري الذي يتطلع لتحقيق اللقب للمرة الرابعة تواليا، كما يتطلع للذهاب إلى أبعد حد ممكن في منافسة دوري أبطال إفريقيا. وفي تصريح للموقع الرسمي للفريق، عبر المستقدم الجديد المهاجم إدريس سعدي عن غبطته بحمل ألوان الفريق الأحمر والأبيض، متطلعا للظهور بأفضل شكل ممكن مع فريقه الجديد. نتابع. Ben, pour l'instant, ça se passe bien. Tous les joueurs m'ont plus ou moins bien intégré. Après, voilà, il faut que je prenne mes marques. Au début, c'est un peu difficile parce que c'est les premiers jours. Mais ils sont tous en train de venir me parler, d'essayer de m'intégrer correctement. Donc, franchement, je suis content. Il y a l'air d'avoir un très bon groupe.
ça se voit que le groupe vit bien et je pense que c'est ce qui a fait que le CRB est depuis 3 ans champion d'Algérie. Bien sûr, ça serait l'objectif, je dirais pas premier, mais avec le championnat, il faudrait le mettre au même niveau. Et si je suis là, c'est pour essayer d'apporter ma pierre et d'apporter un peu plus peut-être au CRB pour pouvoir essayer de remporter cette coupe. Merci de l'accueil sur les réseaux. Hâte de vous retrouver en vrai dans les stades et qu'on puisse fêter des victoires ensemble. من جانبه قال الظهير الأيمن السابق لنادي أتلتيك بارادو أيمن بوغرة بأن انضمامه للشباب يعد خطوة كبيرة في مسيرته وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف الفريق العاصمي محليا وقريا. الأجداد كانت جيدة وين قدروا يسهلوا لي والحمد لله أنا تاني سهلت لهم وإن شاء الله كما يقول لك إن شاء الله نكونوا في الخير عليهم ويكونوا في الخير علينا تاني إن شاء الله. ووقعت عقد مع شباب الأجداد دي 3 سنوات إن شاء الله. شباب الوزداد في 3 مواسم الأخيرة قدر يتحصل على الشامبيونة كما نقولوا حنايا وإن شاء الله كما يقول لك نرفعوا التحدي إن شاء الله معهم وإن شاء الله ثاني في الشامبيونز ليغ إن شاء الله نقدروا إن شاء الله نديروا اللي علينا باش نوصلوا دومي فينال وعلاش لا فينال إن شاء الله وإن شاء الله كما يقول لك حنا نسعى إن شاء الله وربي يوفقنا إن شاء الله. كونكيونس للجوار بروفيسيونيل مليحة ولازم أي واحد يتقبلها وأنا راني متقبل لا كونكيونس وإن شاء الله نمد الإضافة للفريق هذا وإن شاء الله راني مستعد من الحصة التدريبية الأولى إن شاء الله نمد كامل واش عندي إن شاء الله وإن شاء الله كما يقول لك إن شاء الله الفريق إن شاء الله نخليه تجور في المرتبة الأولى إن شاء الله. بدوره عبر الحارس السابق لاتحاد الجزائر أليكسيس غندوز عن سعادته بالانضمام إلى شباب بلوزداد شاكرا مسؤولي الفريق على الثقة التي وضعت فيه لحراسة عرين الفريق. Un choix assez simple. À partir du moment où le CRB m'a contacté, les discussions sont faites assez rapidement et j'étais très content de rejoindre ce club qui vient d'enchaîner 3 titres consécutifs en championnat. Bien sûr, hein, nous, notre objectif, c'est de rapporter un plus à l'équipe. L'objectif, c'est d'aller chercher un quatrième championnat d'affilée et d'aller le plus loin possible dans les autres compétitions. Ben là, déjà, l'équipe, elle a engendré beaucoup d'expérience sur la scène africaine durant les dernières années. L'équipe, le noyau, il est toujours là. Nous, on est là pour ajouter un plus. Donc, on commence toujours une compétition pour la gagner. Donc l'objectif c'est de gagner le championnat, de pourquoi pas gagner la Ligue des Champions et la Coupe d'Algérie aussi. Bah, c'est un bon groupe. Hein. Moi je connaissais déjà quelques joueurs que j'ai côtoyés en sélection. Donc ça va, ils nous ont mis à l'aise dès le début, c'était plus facile. Et c'est un groupe qui a de la qualité, beaucoup de qualité, donc on va faire de bonnes choses, Inch'Allah. Dans tous les clubs il y a de la concurrence. Ici c'est un club qui vient de finir 3 fois champion, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence. Mais voilà, moi je suis prêt, je suis un professionnel. L'objectif, je me donne à 200% tous les jours pour être titulaire. Et après, c'est le coach qui fait ses choix derrière. Mais voilà, moi je suis là pour apporter quelque chose en plus. Je pense que c'est l'objectif de tous les Algériens, de tous les joueurs du championnat, c'est d'aller en équipe nationale. Donc là, j'ai pu y aller la saison dernière. L'objectif, c'est d'y être cette année aussi. Je tenais à remercier déjà tous les fans qui m'ont bien accueilli à la nouvelle de ma signature. كما أكد المستقدم الجديد من مولودية الجزائر المدافع معاذ حداد أن فريق شباب بلوزداد بإمكانه أن يحقق له طموحاته الرياضية وبإمكانه الذهاب بعيدا في منافسة دوري أبطال أفريقيا. المفاوضات جرت على ما يرام، تمت الموافقة بيني وبين مسؤولين نادي شباب بلوزداد والحمد لله أنا رسميا الآن في فريق شباب بلوزداد. ان شاء الله ان شاء الله هذا ما حفزني على القدوم لهذا النادي خاصه انه يملك تشكيله تاريخيه واغلبيه العناصر يعني زملاء لي في المنتخب المحلي ان شاء الله راح يكون عند حسن ظن للجميع وقدم مستوى لا باس به والفريق ما يخفاش هذه كاع على بالنا بلي شباب الوزداد عنده فريق قوي خاصة في 3 مواسم هذه اللي جازت
الحمد لله راح قدم مردود اللي تخليني نكون في التشكيلة الأساسية إن شاء الله. هذا حافز لي ولكل الشبان. إن شاء الله نكونوا في الموعد ونكون عند حسن ظن المدرب إن شاء الله. هذا شرف لي إن شاء الله نكون في عند حسن ظن الأنصار ونقدم يعني مستوى لا بأس به ونفرحهم إن شاء الله. وبالنسبة للمردود شباب الوزداد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية شاهدنا الموسم الماضي يعني شباب الوزداد قدم يعني مباريات في القمة يعني كان ما كانش الحظ مع الفريق. إن شاء الله العام هذا تكون كلمة أخرى إن شاء الله. إلى فريق شبيبة الثورة الذي باشر تحضيراته استعدادا للموسم الكروي الجديد بحضور جميع اللاعبين بما فيهم المستقدمون الجدد تحت إشراف المدرب الجديد التونسي ناصف البياوي. الحصة كانت تعارفية بين اللاعبين والطاقم الفني وسط أجواء سادها التفاؤل بموسم ناجح للنسور الصحراء. المدرب الجديد لشبيبة الثورة التونسي ناصف البياوي أعرب عن سعادته بالانضمام إلى فريق بحجم الشبيبة وبالثقة التي منحتها إياه الإدارة لرفع سقف الطموحات عاليا خاصة على الصعيد القاري. إذن دائما مع أخبار الأندية وإلى أخبار وفاق سطيف الذي تعاقدت إدارته أمس مع المدرب المصري حسام البدري بموجب عقد مدته موسمان. وسيقود المدرب السابق للأهلي ومنتخب مصر سيقود النادي الصيفي بمساعدة كل من نصر الدين صادي كمساعد أول وأنيس الشعلالي كمحضر بدني، كما سيشتغل إلى جانبه اللاعب السابق للوفاق مراد الهوم كمنسق بين الإدارة واللاعبين. عقب جيت ويعني شفت حاجات أنا كنت عاوز أتأكد منها طبعا. أول حاجة تأكدت منها رغبة الإدارة في تحقيق إن شاء الله يعني خطوات إيجابية مع فريق وفاق سطيف، لأن الفريق كبير وتأكدت من التدعيمات اللي هتتم للفريق وتأكدت من بعض التطوير في بعض الأشياء اللي طلبتها ولمست طبعا رغبة الجميع. يعني المنظومة كلها بصراحة من ساعة ما جيت المنظومة كلها اللي اتقابلت معاها وكل الموجودين وبينتموا لنادي وفاق سطيف حسيت طبعا برغبتهم في العمل والنجاح، ودي كان أهم حاجة عندي قبل التوقيع على العقد إن أحس إن في رغبة لتحقيق شيء إيجابي. ووقعت العقد بالفعل وإن شاء الله هبقى موجود مع وفاق سطيف لمدة عامين إن شاء الله نحقق فيهم إن شاء الله أمال الجماهير إن شاء الله. طبعا يعني كنت مع السيد إبراهيم النهاردة وزرنا المنشآت الخاصة بالنادي وكان هناك اتفاق على بعض النقاط وتم طبعا يعني تقريب وجهات النظر بيننا وبين بعض وإن شاء الله بإذن الله التطورات المطلوبة بإذن الله تتم. مع الانتقالات الصيفية دائما حيث تعاقدت إدارة فريق شبيبة القبائل مع لاعبي أولمبيش لف مصطفى عليلي لمدة موسمين، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي أمس ليندمج مباشرة مع الفريق في استعداداته بمركز الفندقة والإطعام بعين البنيان، وهي المرحلة الثانية من تحضيرات الشبيبة بعد تلك التي جرت بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. مصطفى عليلي ولدى تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب لشبيبة القبائل بصفة رسمية أكد سعادته بحمل ألوان أحد أعرق الأندية الجزائرية، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه لتشريف عقده مع الفريق وتقديم ما هو مطلوب منه وكبداية فرض نفسه في التشكيلة الأساسية. الحمد لله اليوم مضيت على العقد تاعي مع الفريق العريق شبيبة القبائل، رغم كل العروض اللي كانت عندي اختاريت شبيبة القبائل عن قناعة.
وين غادي يكون عندي تجربه جديده ان شاء الله في رابطه ابطال افريقيا. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الانصار وعند حسن ظن الاداره وان شاء الله نفرحهم ان شاء الله. اختاريت العرض تاع شبيبه القبائل عن قناعه وين خيرت الجانب الرياضي كوتي سبورتيف، وان شاء الله تكون عندي تجربه جديده خاصه وانه الفريق يلعب رابطه ابطال افريقيا. ومام لو جروب عندهم تشكيله شابه متكامله، ان شاء الله نسي نمد الاضافه اللي عليا ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. رسالتي للانصار هي نوعدهم باللي نحط كاع اللي عليا ونشم ان شاء الله نشم اختريكو ونكون عند حسن ظنهم ونفرحهم ان شاء الله. نبقى مع أخبار الشبيبة القبائلية، حيث يواصل الفريق تحضيراته للموسم الكروي الجديد بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة لليوم الثالث على التوالي، حيث عرفت الحصة التدريبية اندماج اللاعبين الجدد على غرار المستقدم حديثا عليلات. ويعد المعسكر الثاني للشبيبة، حيث عمد الطاقم الفني على مضاعفة العمل البدني في انتظار برمجة لقاءات ودية في الأسبوع الثالث من التحضيرات. في ستينية الاستقلال احتفل نادي شرشال لكرة القدم بذكرى تأسيسه، حيث يعد من بين الأندية التي ناضل مؤسسوها بطريقتهم في سبيل القضية الوطنية أثناء الثورة المباركة. نتابع هذا الروبورتاج لأحمد سويلح. في ال 15 شهيد كاين ربعة مزوجين، كاين سي عليوي الله يرحمه، سي الخضر بوشمع، سي بوعمراني، وبابا الله يرحمه. كيما سي عليوي وسي الخضر بوشمع ما يعرفوش ولادهم، خلاو ولد دو ولد. بابا الله يرحمه خلا يما حاملة بخيتي ما يعرفهاش. أنا كنت كبير، كانوا عندي قريب 6 سنين كي طلع الجبل، نشفع عليه مليح. ها هي الفريق فيها ربعة مزوجين 11 سيليباتير مساكن. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم بين دفاتر الماضي حكايات وقصص جهاد للاعبي المولودية الذين وهبوا حياتهم من أجل أن يحيا الوطن على حساب شبابهم وعائلاتهم ومتعة كرة القدم. غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا هل المولودية هل الفريق الرياضي هو فريق رياضي فقط؟ هل هو فريق المجاهدين 17 المجاهد يعني؟ هل هو فريق شهداء؟ هل هو فريق الإطارات 13 إطار أعطى للثورة؟ ماتوا زوج، كان واحد محمد عليش الله شهيد كيف كيف ماتوا في زوج، شوف ماتوا بين كان زوفا و 57 وقع لاتيساج كبير هنايا، لاتيساج كبير، ماتوا متعلقين. أول حاجة اللي تكلم باباهم قالوا ما تبكيوش، ما نحبش البكاء،
ما نحبش البكاء، نحب الاناشيد، نحب الولويل، تولولوا ولولوا على هذا الشهيد، هذا شهيد. قالوا لي 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 كبيرهم دي امي، ولي صغيرهم دي بنتي، ولي قديهم دي عندي خيتي. نطلبكم حاجه واحده ولا تحبوني نشدوا نشدوا الاناشيد ولولوا. محمد جماعي الله يرحمه اللي هرم من الحبس، اللي قتلوا الجارديان وطلعوا الجبل، وما 22 واحد هو منهم الله يرحمه. من فماك راح، من فماك خلاص ما زدناش شفنا. بابا الله يرحمه كي جا طالع يا اخي عيط لي، جو مرابال هذيك ليماج ما تزوليش حتى نموت. خزر فيا يضحك، انا بالنسبه ليا كذري راه مسافر للتجاره ديالو ويولي. طلبت لي سنين باش فهمت هذيك الضحكه. هذيك الضحكه انا كيش عطيتها الترجمه نتاعها، لوم ليبر كي دوفوني، لا ديسيزيون كانت في راسو داها. هو انسان حر يضحك، انسان كي يكون تحت استعمار ما يضحكش. ولينا تسالم شهداء فريق شهداء مولودية شرشال هو مثال في الوطنية والتضحية. جاهد من أجل طرد مستعمر غاشم لا يفهم لغة الحديث والحوار، بل يفهم لغة الحديد والنار. ورسخ رجاله لجيل ما بعد الاستقلال مقولة إن الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة ارتوت بعرق ودماء الشهداء. بعد روبورتاج الزميل احمد صويلح نعود مشاهدينا الى الحدث الى كاس امم افريقيا لكره اليد، حيث تغلب قبل لحظات وتاهل المنتخب التونسي على نظيره الكونغو من الكونغو الديمقراطيه بنتيجه 39 هدفا مقابل 34 ليكون اول المتاهلين الى الدور نصف النهائي. ومن جانبه تاهل منتخب الراس الاخضر ضمن أو ضمن تأهله إلى ذات الدور بفوزه على منتخب أنغولا بنتيجة 24 مقابل 23 هدفا. هذا ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مشاهدينا بعد الساعة، بعد أقل من نصف ساعة من الآن، مع نظيره المصري في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا. ويسعى رجال المدرب رابح غربي للظهور بأفضل وجه أمام صاحب الأرض وحامل فضية الألعاب المتوسطية الأخيرة منتخب مصر الطامح للتتويج باللقب. And now please welcome team Algeria. بعد عبور عسير إلى دور الربع النهائي، سيواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره المصري في مواجهة تبدو صعبة على رفقاء مسعود بركوس، خاصة بعد المستوى المقدم في المباراة الأولى أمام المنتخب الغيني، والذي انتهى بهزيمة العناصر الوطنية بنتيجة 28 مقابل 22. وبعد تصحيح بعض الأخطاء الفردية والجماعية، عاد المنتخب الوطني ليحقق الفوز في ثاني مواجهة أمام المنتخب الغابوني بنتيجة 25 مقابل 23، وهي النتيجة التي عبدت الطريق إلى الدور القادم. وإن كان عامل الخبرة والاستقرار وحتى الأرض والجمهور يصب في صالح المنتخب المصري، إلا أن المنتخب الوطني سيحاول تقديم وجه مشرف يحفظ به ماء الرياضة الجماعية الأكثر تتويجا في الجزائر، والتي تحتاج لإعادة تأطير وهيكلة، خاصة بعد توقف طويل للبطولة الوطنية، والذي أثر على مردود ومستوى الرياضيين وجعل مأمورية المنتخب الوطني تبدو معقدة
فكانت النتائج المحققة منطقية إلى أبعد الحدود. ورغم أن مهمة حجز مقعد في المربع الذهبي تبدو عسيرة، إلا أن التواجد ضمن الخماسي الأول لا يبدو مستحيلا، شريطة المواصلة العمل وتصحيح ما يمكن تصحيحه لغاية تحقيق الهدف المنشود، وهو ضمان مركز مؤهل إلى كأس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب المصري القوي على الأقل لتقليل الأضرار في هذه المواجهة غير المتكافئة نظريا. إلى احتفالات الأندية بذكرى التأسيس، وفريق شباب بلوزداد واحد من الأندية حيث يصادف اليوم 15 جويلية ذكرى تأسيس فريق عريق على مثل شباب بلوزداد. الزميل سفيان مهني عاشق الفريق يعود بنا لظروف تأسيسه وإنجازاته في سياق هذا التقرير. بعد 10 أيام من بزوغ نور الاستقلال، اجتمع أبناء بلكور بحي العقيب العتيق، واختاروا تاريخ 15 جويلية 1962 لتأسيس ناد لكرة القدم باسم شباب بلوزداد. شباب بلكور سابقا درنا لا دات دا باش نجتمعوا ل 15 جويلية 62 بلكور في العقيبة، بلكور في قهوة سي شريف معروفة، قهوة سي شريف، وليد سي شريف مرزاق بوروبي سيتان ممبر حضر معنا وسيتان ممبر فونداتور. شكون قسمنا الحروب تاع السي ار بي الكاب سي الار وداد بيكون هاو تاع الجامعة. الذكرى 60 لانبثاق شعاع شباب بلوزداد، فريق ولد كبيرا بحصد الألقاب وتحطيم الأرقام وتحقيق الثنائيات التاريخية وإهداء الجزائر أول لقب خارجي، كيف لا وهو الذي كان يضم خيرة اللاعبين أمثال الألماس وكلام وسلمي وعاشور وغيرهم. تيتر هذاك جبنا الدوبلي هنايا ورحنا للمروك جبنا لكوب مغربا ولعبنا كونت الوقت، وحاضر بن مبارك الحاج بن مبارك الله يرحمه حاكم سالمي منا وتحلب منا وسلم عليهم قول ستة نونور بونو اللي عندنا اللي جو جوار هكذا سالمي منا وتحلب منا. هنا وقتنا يقول لاطاك ميترايوز بروميير باج فهمت في هذاك الصندوق الحمد لله. وهذاك الوقت يقول لك شحال ربحت سيربي ما يقولوش واش دارت. من حق أبناء بلوزداد أن يفخروا بفريقهم الذي صنع مجدا كرويا خلال 60 عاما من الوجود، متطلعين لترسيع القميص بنجمة إفريقية طال انتظارها. فهل ستكون سنة 2023 سنة التألق الإفريقي؟ إذن بتقرير شباب بلوزداد بقلم زميل سفيان مهني نختم أخبارنا الرياضية لنهار اليوم. شكرا لكم جزيلا على المتابعة. خدمكم اليوم سهام قاصد في التنسيق، أخرج النشرة هيكل قاسمي وترأس تحريرها طارق بوفليح وعبد العزيز بن سالم. شكرا لكم والسلام عليكم.